ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا وسهلا بحضراتكم في حصة التاريخ النهاردة، الحصة الثانية. امبارح كانت الحصة جميلة جدا وممتعة، كانت على الدولة الإسلامية عقب وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. النهاردة نشوف الحصة بتاعتنا. النهاردة هنتكلم على الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين ونشوف مع بعض أهداف الدرس. بيتوقع في نهاية هذا الدرس أن يكون الطالب قادر على أن يتعرف أهم الأحداث في عهد الخلفاء الراشدين، يحدد مدى اتساع الدولة في عهد الخلفاء الراشدين، يستخلص الدروس والعبر من الفتوحات الإسلامية، ويقتدي بوصايا الرسول عليه الصلاة والسلام أو النبي والصحابة من بعده في الفتوحات. معانا خريطة مبدئية كده بتتكلم على الفتوحات الإسلامية في الدولة الإسلامية ككل. طبعا الفتوحات الإسلامية دي ظهرت عندي بعد انتهاء أبو بكر الصديق من حرب المرتدين، وأشوف الفتوحات دي مش كلها كانت موجودة في عهد أبو بكر بالكامل. لكن نبص كده مع بعض يا أولاد، نبص على الخريطة ونشوف إزاي في دليل الخريطة اللي موجودة عندي إن شبه الجزيرة العربية تم فتحها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد وفاته وتولي أبو بكر الصديق الخلافة أشوف إزاي في عهد الخلفاء الراشدين بداية من أبو بكر الصديق هيقوم بفتح العراق وجزء من الشام وجزء من العراق، ثم بعد ذلك في عهد عمر بن الخطاب هيتم استكمال العراق وبلاد الشام وجزء من ومصر، ثم بعد ذلك هشوف في عهد عثمان ابن عفان في عصر الخلفاء الراشدين أيضا هيتم فتح مناطق عديدة، هتوصل هذه الفتوحات إلى الحدود أو بلاد الفارس بالكامل، ثم بعد ذلك الجزء الشمالي منطقة برقة وإفريقية وهنتكلم عليها إن شاء الله. بعد كده الخلفاء من بعد علي بن أبي طالب، طبعا بتتوقف الفتوحات في عهد عثمان بن عفان نتيجة وجود الفتن والثورات الموجودة في البلاد غير مستقرة، فبالتالي مش ممكن الجيش هيكمل هذه الفتوحات. بعد استقرار الدولة مرة أخرى في عصر الأمويين بيتم استكمال هذه الفتوحات وبيتم فتح بلاد ما وراء النهر وبلاد السند، ثم استكمال شمال أفريقيا وهاخد بلاد المغرب الأوسط والأقصى اللي هما الجزائر والمغرب حاليا، وبيتم فتح الأندلس أو أسبانيا في الوقت الحالي. أنا يهمني يا أولاد نبص كده مع بعض على الخريطة المناطق اللي تم فتحها في عهد الخلفاء الراشدين. حدود الدولة الإسلامية بتوصل عندي لبلاد فارس بالكامل، العراق والشام ومصر، شمال أفريقيا حتى برقة، الأجزاء الشمالية المنطقة الخاصة بأرمينيا، المنطقة الجنوبية حدودي مع بلاد النوبة. نشوف مع بعض الجزء الخاص بالفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين. طبعا أنا مش ممكن هعمل فتوحات وأوسع الدولة بتاعتي وأنا بحارب الدولة غير مستقرة من الداخل من خلال المرتدين اللي ظهروا عندي، زي ما اتكلمت عليها مس فايزه امبارح، اتكلمت على المرتدين ودول كانوا نوعين، مجموعه ادعوا النبوه، مجموعه اخرى امتنعوا عن دفع الجزيه وبيعتبروا ان ده ارتداد عن الاسلام. طيب ليه يا اولاد؟ لان دفع الزكاه ده يعتبر ركن من أركان الإسلام، فامتناعهم عن دفع الزكاة حتى لو كانوا بيعلنوا إسلامهم ده يعتبر إسلام ناقص، فكان القرار بحرب هؤلاء المرتدين لتدعيم الدولة في الداخل. بينجح فعلا أبو بكر الصديق في القضاء على حركة المرتدين بالكامل، وبعد استقرار البلاد بيقرر إن نتيجة ظروف معينة كمان الأخطار اللي موجودة حواليه إزاي إن هم بيفكروا يتخلصوا من الدولة الإسلامية، فكان لابد من عمل فتوحات وتحرك الجيوش الإسلامية لتأمين حدود البلاد، فكان لازم يتوجه بالقوى الإسلامية إلى جبهتين. الجبهتين دول هم إيه؟ هم العراق والشام. طيب اشمعنى أولاد العراق والشام؟ العراق لو فاكرين في الدرس الأولاني، العراق ده علشان فيه الدولة الفارسية بتمثل لي دولة قوية مسيطرة في العالم،
الجانب الآخر في بلاد الشام، وهي سيطرة الروم حتى البحر. يا أولاد لو بصيتوا كده شوفوا البحر المتوسط كان اسمه إيه، بحر الروم، من كثرة الولايات الرومانية التابعة لدولة الروم التي تطل على هذا البحر، وكأنه بحيرة خاصة بهذه الدولة. ده كان بيمثل لي خطر على الدولة الإسلامية. في عهد الخليفة عمر بن الخطاب بيتم ما بدأ أبو بكر الصديق، وبيتم التوسع ناحية بلاد فارس. طب اشمعنى فارس؟ إيه اللي هيوديهم لفارس؟ خلاص احنا أخذنا العراق وأخذنا منطقة كبيرة في بلاد الشام. كان بيمثلوا لي خطر كون إن موجودين الفرس في بعض المناطق في بلاد فارس، فبيمثلوا لي خطر على منطقة العراق، وفي إغارات باستمرار على هذه المنطقة لاسترداد، وده هنتكلم عليه كمان شوية. أيضا منطقة الشام حتى بعد السيطرة على بلاد الشام من الدولة الإسلامية، لكن كمان مصر كانت بتخضع للرومان، فبالتالي ممكن ان هم يستعدوا كأنهم بيمثلوا لي مركز للدولة الرومانية في مصر، فبالتالي ممكن ان هم يتحركوا لبلاد الشام مرة أخرى. وده اللي شجع عمر بن الخطاب في إتمام ما بدأ أبو بكر، ودفع حركة التوسع إلى وجود بلاد فارس بالكامل التابعة للدولة الإسلامية اللي هي إيران حاليا، ومصر حتى الجندل الرابع في الجنوب في شمال السودان. أيضا في عهد الخليفة عثمان بن عفان تتقدم الجيوش أكثر شرقا إلى فارس، غربا إلى إفريقيا، وإفريقيا مقصود بها هنا ولاية تونس وليست إفريقيا كقارة. كان الاسم القديم لتونس كان اسمها ولاية إفريقيا. طبعا آخر حدود عندي في الشمال أرمينيا، في الجنوب منطقة بلاد النوبة. ومش معنى بلاد النوبة اللي هي المنطقة الواقعة في مصر، لا، منطقة النوبة كان بيطلق عليها المنطقة اللي بتقع في شمال السودان، لكن النوبة اللي موجودين في مصر دول يا ولاد كانوا بيطلق عليهم مصريين، لكن لما بتكلم على بلاد النوبة بقصد بيها المنطقة الحدودية اللي هي موجودة في شمال السودان في هذه الفترة. بعد ذلك بتتوقف الفتوحات الإسلامية نتيجة الفتن والانقسامات اللي حدثت في عهد علي بن أبي طالب، بعد طبعا مقتل عثمان والفتنة الكبرى اللي حدثت في عهد علي بن أبي طالب. بتتوقف الفتوحات بالكامل نتيجة طبعا نجاح الأخطار الأجنبية في السيطرة على الدولة، في إثارة الفتن والانقسامات. ثم بعد ذلك بتعود مرة أخرى الفتوحات في عهد الأمويين أو في العصر الأموي. نتكلم ونشوف مع بعض هذه الفتوحات بتوسع أكتر. يبقى يهمني في هذه الخريطة إن أنا بشوف عندي في هذا المكان موجودة، عندي أدي شكل الخريطة اللي موجودة عندي، فتوحات في عهد أبو بكر الصديق، الجزء الغربي من العراق، بعض المناطق من الشام. ده بالنسبة للفتوحات الإسلامية في عهد أبو بكر الصديق. بعد كده هشوف هيكمل عمر بن الخطاب الفتوحات، هيتم فتح باقي الجزء الخاص بالعراق، ثم بلاد فارس ومصر، ثم بعد ذلك بيتم استكمال الجزء الآخر في عهد عثمان بن عفان بالنسبة للفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين في المنطقة الشرقية لبلاد فارس، ثم أرمينيا في الشمال، بلاد النوبة في الجنوب، وولاية إفريقية في الغرب. نشوف مع بعض الجزء ده. هتكلم أول حاجة على فتوحات بلاد العراق. بلاد العراق كانت بتمثل لي خطر شديد، لأن هي بتمثل لي حدود الدولة. شايفين مع بعض ده دي حدود الدولة الإسلامية اللي كانت موجودة عندي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في شبه الجزيرة العربية. موجودين الفرس موجودين في بلاد العراق مسيطرين، وعاصمتهم الحيرة، أو كانت عاصمتهم قبل ظهور الإسلام. ثم بعد ذلك بلاد الشام، ودي هنتكلم عليها في الجزء الآخر. هتبتدي الفتوحات الإسلامية من خلال إرسال قوات وجيوش إسلامية لفتح هذه البلاد بعد طبعا الاستقرار والقضاء على حركة المرتدين.
ازاي ان ابو بكر الصديق وجد ان في مسؤولية على مش بس المسلمين الموجودين في شبه الجزيرة العربية، لكن لازم ينشروا الإسلام، لازم يدعوا الناس بالإسلام، لازم يوضحوا تعاليم الإسلام ومبادئه السبعة. عشان كده هيطلب من خالد بن الوليد بقيادة جيوش، وده يعتبر من أفضل القادة اللي كانوا موجودين في هذه الفترة، وأوصى الرسول عليه الصلاة والسلام بخالد بن الوليد بعد دخول الإسلام، وكان بيطلق عليه سيف الله المسلول، لأن خالد لم يشارك في أي معركة وفشل أو انهزم فيها، وهو يمكن كان سبب في هزيمة المسلمين في أحد، إن هو بسرعة بذكائه وجد إن الرماة الموجودين في أعلى الجبل فرحوا بالغنائم والانتصار، هينزلوا ويسيبوا الأماكن بتاعتهم وينزلوا لأرض المعركة. بسرعة بيتحرك خالد بن الوليد وبيدور وبينقض على الجيش ده من الخلف، ده بيعمل لي بلبلة وتوتر في جيش المسلمين في هذه المعركة، وبتنتهي بهزيمة المسلمين في أحد. الرسول عليه الصلاة والسلام بيوصي الصحابة بخالد بن الوليد، وهو من أطلق عليه اسم سيف الله المسلول. بيتم إرسال خالد، طبعا هو أكثر من جيش، وهنشوف فتوحات بلاد العراق هيكون فيها أكثر من قائد. بيتم إرسال خالد بن الوليد، بيتحرك خالد من دومة الجندل، بيتم فتح عدد من البلاد ودخول في بعض المواقع زي منطقة الأبولة، زي منطقة ذات السلاسل، زي منطقة الحيرة بيتم فتحها، موقعة البويب بيتم فتحها. طبعا المسلمين بعد ذلك بيخوضوا أكثر من منطقة، زي جيش المثنى ابن حارثة، زي جيش سعد بن أبي وقاص اللي بيستطيع إن هو ينتصر على الفرس في القادسية، ودي تعتبر من أهم المعارك أيضا اللي قادها سعد ابن أبي وقاص. ثم بعد ذلك بيتم استدعاء خالد ابن الوليد بعد فتحه نصف العراق تقريبا. طيب لما هو انتصر كده وفتح، وصل للكوفة بالعراق وفتح أكتر من نص العراق بدون إجبار أحد، يعني يا دوبك بس أقنع أو عرض الإسلام على سكان هذه المنطقة. هنا خالد بن الوليد نتيجة نجاحه في ذلك ودخول عدد كبير من أهل وسكان هذه البلاد في الإسلام، المسلمين في الشرق بيواجهوا خطر شديد جدا من الروم في بلاد الشام. طيب أبو بكر الصديق هنا هيعمل إيه؟ خالد بن الوليد لم ينهزم في أي معركة، بسرعة علشان يدعم، نشوف هنا بقى القائد ازاي في فريق العمل، ازاي بيختار العناصر اللي تنجح العمل بتاعه، لانه مقتنع بمبادئ وفلسفة معينة وله فكر معين. يستعين بخالد بن الوليد ويستدعيه من العراق، ويتحرك خالد بن الوليد الى اليرموك، وده هنتكلم عليه الحصة الجاية ان شاء الله في فتح بلاد الشام. بعد حركة خالد ابن الوليد بيواصل عدد من القادة زي المثنى ابن حارثة وزي سعد ابن أبي وقاص، بينجح سعد ابن أبي وقاص في دخول والانتصار في معركة القادسية. ثم بعد ذلك استكمال الفتوحات وبيوصل إلى المدائن. طيب اشمعنى المدائن؟ المدائن دي منطقة خطيرة جدا، شايفين يا ولاد الخريطة ما بين العراق وما بين بلاد فارس، كانت بتعتبر المدائن هي حاضرة الفرس، هي مكان مهم جدا بالنسبة للدولة الفارسية. نشوف مع بعض فتح المدائن. سعد بن أبي وقاص بيواصل الفتوحات وبيتحرك وبيستكمل ما تركه خالد بن الوليد، وبيستطيع ان هو يدخل المدن التابعة لحكم الفرس، فبيتم محاصرة المدائن. المدائن دي تعتبر مدينة هامة جدا في بلاد العراق، ليه؟ لان هي كانت عاصمة حاضرة الفرس، يعني عاصمة الدولة دي الفرس في هذه الولاية، زي ما كانت مصر كده ولاية مهمة للروم. بيقوم سعد بن ابي وقاص بحصار المدائن عاصمة كسرى، بيقوم حاكم هذه البلاد كسرى الفرس بالهرب، هو وكبار القادة
ورجال البلاطم الموجودين في هذه المدينة، لأن هي العاصمة بتاعت الدولة، بيقوم بحصار هذه المدينة شهرين. علشان كده أنا بسميه فتح. لم يدخل المسلمين في هذه المنطقة في معركة، لكن يا دوبك حصروها لمدة شهرين وتم فتحها بالكامل. طبعا بعد هرب حاكمها كسرى الفرس، القادة رجال البلاط اللي موجودين، وتم فتح المدائن حاضرة فارس، ودي موجودة أولاد في العراق. بيدخل المسلمين المدينة من غير معارض، عشان كده بسميه فتح. فاكرين لما كنا بنتكلم على فتح مكة لم تكن معركة؟ ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحارب، إن هي أراضي محرم فيها القتال والحرب، حتى اسمها المسجد الحرام أو الحرم المكي الحرم النبوي. بيدخلها سعد بن أبي وقاص من غير معارض بعد حصار شهرين. مش بس كده، كمان ده بينزل في المكان اللي كان خاص بمقر الحكم الخاص بكسرى ملك الفرس، وهو كان القصر الأبيض. ودي ده صورة للقصر الأبيض موجودة عندكم في النسخة الإلكترونية في كتاب المدرسة. مش بس كده، كمان بيتخذوا مصلى، يعني بيصلي فيه. وهنا هلاقي فرق، وهنفتكر ده بعد كده في الحصة اللي جاية إن شاء الله، وهنتكلم لما هيروح عمر ابن الخطاب لبلاد الشام وفي بيت المقدس، وهشوف المنطقة الخاصة بالكنيسة ازاي عمر ابن الخطاب هيرفض الصلاة في هذه المنطقة، وهنشوف ايه السبب. لكن هنا سعد بن أبي وقاص بيتخذ من هذا القصر مصلى. ليه؟ لأن المكان ده ما كانش مخصص لعبادة ديانة سماوية. لو قارنت بينه وبين لما ياخد بعد كده الكنيسة اللي هي فيها عبادة لديانة سماوية وعبادة المسيحية، فهو مكان ودار لعبادة. لكن بالنسبة للفرس لم يكونوا على ديانة سماوية، هم كانوا بيعبدوا النار يا ولاد، زي ما احنا فاكرين في الجزء الخاص بالديانة في شبه الجزيرة العربية والدول اللي ظهرت عندي في هذه المنطقة. ثم بعد ذلك بمجرد ما بيتم فتح هذا المكان القصر الأبيض، بيرسل بشار الفتح إلى المدينة، وبيرسل ما هو انتصر. وهنا آية جميلة جدا بتحكي هذا الحدث، بتقول قال الله سبحانه وتعالى: وكم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين، في سورة الدخان. طبعا المسلمين لما دخلوا هذا القصر الأبيض، هذا القصر نتيجة وجود زي ما انتم شايفين شبابيك كده، وهكلمكم على حاجة مرتبطة بأحداث جارية وافتتاح الرئيس لطريق الكباش. المسلمين أول ما شافوا القصر الأبيض ده كان بيطلق عليه اسم قرنق. خرنق يعني قصر متعدد النوافذ والشبابيك اللي موجودة فيه. فالمسلمين لما فتحوا المكان وبعد كده جم دخلوا مصر، فشافوا المعابد الخاصة بمنطقة الأقصر، فلقوا إن في تشابه، كأن في شبه ما بين طراز هذا المبنى وهذا المعبد في الأقصر، فأطلقوا على هذا المعبد اسم خرنق في الأقصر. هذا المعبد تطور الاسم وتحور حتى وصل إلى الكرنك، لكن هنربط مع بعض ما بين خرنق والقصور ذات النوافذ في المنطقة الخاصة بالعراق وفارس، والقصر الأبيض وارتباطه بفتح المسلمين لمصر، وإزاي إن هم لما رأوا هذا المعبد، تخيلوا المسلمين لما فتحوا مصر أطلقوا على هذا المعبد، قالوا آه ده هنسميه خرنق، وتحور هذا الاسم. لم يقوموا بهدم هذه المعابد، لأ. وده بيبين إزاي إن إحنا لازم نحافظ على التراث والحضارة بتاعتنا، ونحترم الحضارات السابقة حتى لو كانت على خلاف معانا في الديانة السماوية، لكن ما يمنعش إن هي بتمثل لي جزء حضاري، فيها طراز معماري، فيها معلومات علمية موجودة مسجلة على الجدران، فيها جزء تاريخي مدون على جدران هذه الآثار. فبالتالي إزاي المسلمين لم يقوموا بتدمير كما حدث في بعض المناطق
بتشويه هذه المناطق الحضارية. أيضا سعد بن أبي وقاص بيأمر قادة الجيش بتوع ان هما يستكملوا فتح هذه المناطق، وبيستطيعوا فعلا ان هما يفتحوا بلاد فارس، وبيتم بعد ذلك فتح المنطقة بالكامل. من الحكايات الجميلة جدا الموجودة عندنا في الكتاب ومرتبطة بقصة برضو احنا كنا اتكلمنا عليها في الهجرة، وقلنا ان اثناء هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة للمدينة، قريش بعد نجاح الرسول عليه الصلاة والسلام من الخروج من منزله وفشلهم في قتل الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن هو بيرصدوا جائزة لمن يستطيع أن يدلهم على الرسول في الطريق قبل وصوله للمكان اللي هيوصل فيه. فزي عملوا جائزة كده ضخمة اللي هيورينا طريق محمد وصاحبه، إن إحنا هنرصد له 100 ناقة. هنا بيفضل عدد من السكان في قريش بيحاولوا ان هم يتوصلوا، كلهم بيفشلوا ما عدا واحد بس، وهو سراقة بن مالك. سراقة بن مالك هو استطاع ان هو يوصل لمكان الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار، وعرف مكانه هو ابو بكر، لكن بمجرد ما اقترب من هذا الغار هلاقي ان الفرس بتاعه بسرعة بيجري وبيتوتر وبيرفض استكمال وجود سراقة في هذا المكان. ده بيربطنا برضو بمحاولة إبراهة لهدم الكعبة، وازاي رفض الفيل التوجه الى الكعبة وهدمها، ودي كأنها إشارة من الله سبحانه وتعالى حتى الحيوانات ان هي بتعقل، لا ترضى إيذاء الأماكن المقدسة، بيوت الله، الأنبياء والرسل. هنا سراقة خلاص هيرجع بقى ويقول لقريش والكفار على مكان الرسول عليه الصلاة والسلام. نشوف هنا تفاوت جميل كده ما بين سراقة وبين الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا في حوار فيما معناه إن أنت لو لم تخبر قريش ان انت ليك جائزة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، وان انت هتحصل على سوار كسرى. طبعا كسرى ده حاكم او لقب كده بيعطى لملك الفرس زي فرعون كده، زي الامبراطور في الدولة الرومانية، وكان شهير الحاكم الخاص في بلاد فارس بلبسه للأساور، حاجة كانت تعتبر مميزة. هنا سراقة بيفكر كده وبيقرر ان هو طيب انا مستني السوار ده. كسرى، تخيل الرسول عليه الصلاة والسلام لم تستقر الدولة الإسلامية في المدينة، لم يصل الى يثرب، لكن كان كله يقين ان هو هيوصل وهينجح وهيدعم الله سبحانه وتعالى، وان هم هيفتحوا بلاد فارس، وان السوار ده هيكون مخصص لسراقة مش بس كمان، وكأن في رسالة إن المسلمين هيفتحوا ويتحركوا لهذا المكان. بالفعل يعني ده بيكون أمل عند سراقة رغم عدم إسلامه، إن هو لكن هو اللي خلاه يمكن يقتنع تحرك الفرس. تحرك الفرس وتوتره في هذا المكان بشكل غريب جدا ومخيف، وهروبه من المكان اللي فيه الغار موجود فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق، كأنه كده يعني إشارة إن في حاجة يمكن صحيحة، لكن ما كانش دخل الإسلام. طيب ده حديث كان بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن نشوف بقى بعد كده في فترة من الفترات انتشر وباء معين ومرض سراقة، فالمسلمين والصحابة بيقولوا له شكلك كده تعبت خالص وهتموت يا سراقة. قال لهم لا، بكل إيمان، ده بعد ما دخل الإسلام، لا لسه، أصل النبي صلى الله عليه وسلم بشرني إن أنا هاخد أساور، الأساور الخاصة بالملك، ملك الفرس. فسكت عنه المسلمين وشفي بالفعل سراقة. لكن بعد كده بعد فتح بلاد فارس نشوف بقى الغنائم بتاعة الفتح. طبعا بيأتي الجنود بتاج كسرى، ثيابه وسواره والغنائم اللي تركوها الفرس، وقائد المعركة لم يأخذ هذه الأشياء ليه ولجنوده رغم أنهم فتحوا المكان، وكأن كده
مرتبطين بقصة سراقة وكسرى والأساور، فهم كان ممكن ياخدوه، لكن مع ذلك قالوا لا، الأساور دي وعد بيها الرسول عليه الصلاة والسلام سراقة، فأخذوا المقتنيات الخاصة بملك الفرس وأرسلوها إلى عمر بن الخطاب. فين؟ في المدينة. اشمعنى المدينة؟ أصل هي كانت مقر للدولة الإسلامية. بينظر عمر إلى هذه الغنائم بيقول إن قوما أدوا هذا الاسم، إن القادة اللي فتحوا المكان العظيم ونشروا الإسلام ما خدوش الحاجات دي. هنا علي بيرد عليه بقول جميل جدا، يعني بيبين لنا ازاي يا اولاد ان احنا كمسؤولين مهما كانت المسؤوليه، بيقول له عففت فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعوا. بينادي بعد كده سراقه بن مالك وبيلقي اليه سوار كسر وبيقول قل الله اكبر، فبيقول سراقه الله اكبر، ثم قال الحمد لله الذي سلبها كسرى ابن هرمز ملك الفرس وألبسهما سراقة ابن مالك راجل عادي خالص بسيط إعرابي من بني مدلج. هنا بتبين إزاي الرسول عليه الصلاة والسلام والعهد والتفاوض ما بين الرسول وبين سراقة، ما بين القائد والجنود في المعركة وغنائم الحرب، وما بين العودة بهذه الغنائم إلى الحاكم، ما بين ان عمر كان اولى وهو امير المؤمنين وخليفه للمؤمنين ان هو للدوله الاسلاميه ان هو يرتدي سوار كسرى عشان يبان ازاي عظمته وقوته، لكن كان الخلفاء الراشدين وده كان بيميزهم يا اولاد، مش بس ان هم تم اختيارهم من خلال الشورى وليس التوريث، يعني الشعب المسلمين الصحابه هم اللي اختاروهم، لا ان هم كمان بيترفعوا عن الحياة اللي هي فيها تكبر، فيها يعني بذخ، فيها إسراف، ازاي تواضعهم عشان يعلموا المسلمين والناس البسيطة ان التواضع ده حاجة مهمة جدا. بينتهي فتح المدائن في عام 16 هجريا، وبيكون القائد او بينجح سعد بن ابي وقاص في حصار المدائن، ثم بعد شهرين فتحها ودخول القصر الأبيض والصلاة في هذا المكان، ثم بعد ذلك توصية الجنود باستكمال هذا الفتح. هتكلم بعد كده على منطقة أخرى وهي فتوحات بلاد فارس. نكمل مع بعض الفتوحات الإسلامية في بلاد فارس. هنلاقي إن نتيجة سيطرة المسلمين على العراق، ودي كانت بتمثل لي منطقة مهمة جدا بالنسبة لدولة الفرس في إيران أو في بلاد فارس، فكان بيحاول الفرس إن هما يستردوها، يعملوا لي حاجة اسمها هجوم مضاد. فضلت فترات الهجوم دي حوالي 15 سنة، من عام 15 هجريا حتى عام 30 هجريا، حتى وفاة يزدجرد الثالث. بتتعرض العراق والمسلمين في هذه المناطق في هذه المنطقة لعديد من الهجوم المضاد، يعني كل شوية يفضلوا يغيروا على هذه المنطقة أمل في استردادها مرة أخرى من قبل الفرس. بالتالي ده خلى المسلمين فقدوا جزء من البلاد اللي تم فتحها في عهد خالد ابن الوليد. هنا بيتم إرسال سعد ابن أبي وقاص، بيسموها الموجة الثانية، يعني بيدخل القائد سعد ابن أبي وقاص مرة أخرى ومحاولة استرداد هذه المنطقة مرة أخرى وبينجح في ذلك. يمكن بتظهر عندي من خلال السيطرة والنصر في معركة القادسية. هذه المعركة في منطقة العراق كانت تعتبر مهمة جداً، ترتب على نجاح سعد ابن أبي وقاص في النصر على الفرس في هذه المعركة إن هو أعاد السيطرة على بلاد العراق، ثم بعد ذلك أنهى سيطرة الدولة الساسانية في هذه المنطقة نهائيا على الجبهة الغربية لبلاد فارس، فبالتالي أصبحت العراق مرة أخرى بالكامل موجودة معانا. طبعا هشوف هنا إزاي إن الحدود السياسية بالنسبة لي ما بين الدولة الإسلامية الفتية في الغرب وما بين الفرس في الشرق، إزاي الحدود بتاعتهم اختلفت؟ طب اختلفت إزاي؟ هنا بدل ما كانت العراق هي الحد الفاصل ما بين الدولة الإسلامية وما بين
بلاد فارس، لا هنا هشوف منطقة جبال زاجروس أو منطقة الأهواز، هي كانت بتمثل الحدود السياسية ما بينهم وبين دولة الفرس. هذه المنطقة يمكن طبعا انتم شايفين من الخريطة من اللون كده ان هي منطقة وعرة عبارة عن سلاسل جبلية وجود ممرات. العراق كانت منطقة مهمة وحيوية طبعا بسبب وجودها على منطقة الخليج، خليج فارس. أيضا وجود الأنهار في بلاد العراق، دخول الإسلام. طبعا هنا ممكن تقولوا لي طيب إيه اللي خلى العراق يعني متمسكة بالإسلام؟ الشعوب اللي موجودين فيها ما هم تابعين للدولة الفارسية. في اختلاف شديد جدا بيظهر لي إزاي معاملة المسلمين وتقاليد وتعاليم الإسلام، إزاي إن هؤلاء السكان في هذه المنطقة لا رحبوا بالإسلام بدون حرب وبدون ضغط ووقفوا بجانب المسلمين. حسوا كمان بالفارق ما بين الفرس ومعاملتهم وبين معاملة المسلمين رغم إن هم فاتحين. طبعا بعد انتقال الحدود السياسية ما بين الدولة الإسلامية من العراق إلى جبال زاجروس، وتكون جبال زاجروس فيصل ما بينهم وبين بلاد الفرس في هذا الإقليم، إقليم خراسان وبلاد فارس، برضو بتمثل لي خطر. وجود ممرات، وجود جبال، محاولة الفرس مرات عديدة وغارات مستمرة لاسترداد هذه المنطقة. بيقرر هنا الخليفة عمر بن الخطاب إن هو لابد من إعداد جيوش لفتح الإمبراطورية الفارسية بأكملها، وده بيكون في عام 21 هجريا، وبيطلق على هذا الفتح هنشوف هيسموه إيه. كان نفس قرار أبو بكر الصديق ومحاربته للمرتدين واتخاذ قرار بإعداد الجيوش، كان لازم برضه هو يأمن هذه المنطقة. نشوف ازاي إضافة فتح هذه المناطق هيظهر عندي مجموعة من العلماء المسلمين في هذه المناطق هيدعموا الإسلام ويكون ليهم ثروة قوية جدا وثرية، مكتبة ثرية من الأبحاث والعلوم هتخدم لي المسلمين وتخدم لي العالم حتى الآن. نشوف مع بعض أول فتح عندي في منطقة أو أول لقاء عندي للتحرك الجيوش في نهاوند. نشوف مع بعض نهاوند. بيسموا نهاوند فتح الفتوح، وهنشوف ليه هو فتح الفتوح. لولا من أهم الفتوحات اللي خاضها المسلمين في عهد عمر بن الخطاب كان هذه المنطقة، فتح بلاد فارس وفتح نهاوند. ليه؟ يمكن اللي خلى عمر يتحرك في هذه المنطقة إن كسرى فارس الملك يزدجرد الثالث حاول إن هو يسترد هيبته، ويحاول إن هو يرد مرة أخرى هيبة الدولة الفرس اللي هي انهارت على أيدي المسلمين. أيضا أسر عدد كبير من قادة الجيش عنده وقتلهم ومقتلهم في عديد من المعارك، ودولة الفرس ما كانتش دولة هينة ولا دولة ضعيفة يا ولاد، هي كانت بتمثل قطب شرقي يسيطر على العالم. فبيقوم يزدجرد بمراسلة عدد من مناصريه في عديد من المناطق بحيث ان هما يتجمعوا ويجهزوا الجيوش لحرب المسلمين. هنا هيقرر عمر بن الخطاب ان هو الجيوش المسلمين تتحرك، وهيقلد في ذلك الوقت النعمان ابن مقرن المزني ان هو يواجه هذه الحشود الفارسية بعد تحصلهم في منطقة مهمة جدا وهي منطقة نهاوند. نهاوند يمكن لو شايفين اولاد الخريطة ازاي ان هي مش منطقة سهلية، مش منطقة بسيطة، لا هي عبارة عن جبال وعرة، وجود ممرات في هذه المنطقة، فبالتالي كانت بتمثل لي منطقة خطيرة جدا للحرب للمسلمين. لكن مع ذلك إيمان المسلمين بعقيدتهم ومبادئ الإسلام ده خليهم يتحركوا في حشود ضخمة وعلى إيمان بقدرتهم على السيطرة والانتصار على الدولة الفارسية والتخلص من هذا الخطر. نشوف أحداث الفتح. بيتحصن الفرس في نهاوند، طبعا بيتم حفر خندق. يمكن الخندق بيفكرنا بغزوة كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهي غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب.
طيب ايه اللي هيخليهم يحفروا خندق؟ هم عايزين يتشبهوا بفكرة قالها سليمان الفارسي الرسول عليه الصلاة والسلام، ان هم لحماية المدينة في عام 5 هجرية، ان هم يعملوا خندق، فبالتالي يكون في منطقة منخفضة ووجود قوات او جيوش المسلمين في المنطقة المرتفعة، فده يحمي الدولة. بيفكروا ان هم ياخدوا نفس الفكرة، وبيتم ارسال الفرس قائدهم. شوفوا تخيلوا، رغم ان هم عندهم متحصنين في نهاوند، وجود الخندق يعني حاسين ان هم مش ممكن هينهزموا، بس علشان هم مش على حق، وعلشان الاسلام كان لابد من نصرته وايمان الجنود في هذه المعارك باهمية نصرة الاسلام، توحيدهم لله سبحانه وتعالى والدعوة لرفض الكفر وعبادة الأوثان وعبادة النار وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ده هيكون على يقين. إن الفرس برضو خايفين. ليه خايفين؟ لأن ما عندهمش هدف، حاسين إن هم على باطل. يحاولوا هم موجودين متحصنين بنهاوند وعاملين قنادق بتحيط بهذه المنطقة، لكن كمان يحاولوا يتفاوضوا مع قائد المسلمين، لكن هذه المفاوضات بتفشل. كان ممكن هذه المفاوضات المسلمين هي تنجح، ان هم خلاص هيلتزموا ويتركوا المسلمين الموجودين في العراق، لكن لا، كان لازم يكون في قرار برفض هذه المفاوضات، لان هم خدوا فرصتهم. بيحتدم القتال، بيشتد القتال في هذه المعركة، وبيستشهد النعمان ابن المقرن. طبعا الله سبحانه وتعالى أدرك المسلمين بالنصر، وانتصر المسلمين في هذه المعركة، في معركة نهاوند، وتم فتح نهاوند. طبعا يطلق على هذه المعركة فتح الفتوح. ليه؟ أصل هذه المعركة حطمت نفوذ دولة الفرس بالكامل، مش بس أخرجتهم من الولايات اللي كانت تابعة للفرس زي ما كان في المدائن في العراق، لا، دي قضت على الدولة، فتحت أبواب الفرس للمسلمين بالكامل، إن هم ممكن يتحركوا وممكن ينتصروا، وبيستطيعوا فعلا بعد فتح منطقة خراسان وفي عام 31 هجريا وموت يزدجرد، بينتهي تماما ما يعرف بالدولة الفارسية، وبيدخل عدد كبير جدا من أهل المشرق وأقاليم فارس تحت راية الإسلام، وبيصبحوا نسيج واحد. طيب نشوف هنا، هم ليه سكان هذه المناطق لم يدافعوا عن وطنهم؟ إيه اللي خلاهم يستسلموا؟ مش بس كده، ده يدخلوا كمان في الإسلام. هأكد تاني وأكرر تاني معاملة المسلمين، ازاي الملوك الفرس او كسرى الفرس، ازاي سوء المعاملة للشعوب، عدم الاهتمام بالحرية بالعدالة بتوفير احتياجات الشعب، هم ده حسوه او لمسوه من خلال معاملة المسلمين، خاصة ان كان المسلمين كمان تعاملهم كان بينتشر عن هذا الدين الجديد، على تعاليم الإسلام، على المبادئ والفكر، على التعاليم اللي التزم بيها الصحابة والخلفاء الراشدين من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح هذه المناطق. فعلشان كده بيطلق على هذه المعركة فتح الفتوح، لأن هي فتحت المجال لدخول عدد كبير جدا من أهل هذه المناطق في الإسلام، فتح خراسان بالكامل، خاصة بعد موت يزدجرد في عام 31 هجريا. وأنا ما يهمنيش إن أنا أحفظ التاريخ، لكن يهمني إن أنا أهتم بتسلسل الأحداث. نشوف بعض الأسئلة كده على الدرس، وانتظر استجابات حضراتكم على الشات. نشوف جزء بيتكلم على برهن على صحة العبارة. لم يتم فتح الدولة الإسلامية بالكامل في عهد أبو بكر الصديق، إن المسلمين ما تحركوش بالجنود بتاعتهم وفتحوا كل هذه المناطق، إقليم خراسان حتى وصلوا إلى إفريقيا بالكامل في عهد أبو بكر، لا. طيب ايه الدليل على كده؟ نرجع للخريطة الخاصة بالفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين، هشوف ازاي ان في عهد أبو بكر الصديق تم فتح جزء من بلاد العراق والشام.
ثم بعد ذلك بيتم استكمال الفتح في عهد أبو بكر الصديق، في عهد عمر بن الخطاب بيتم استكمال فتح بلاد العراق، واستكمال فتح بلاد الشام ومصر. ثم بعد ذلك في عهد عثمان بتوصل حدود الدولة الإسلامية عندي إلى بلاد فارس، إلى أرمينيا في الشمال، إلى بلاد النوبة في الجنوب، وإلى برقة وإفريقية في الغرب. وبالتالي هذه العبارة كانت غير صحيحة، وده دليل على صحة هذه العبارة. طيب نتكلم كمان على الدليل على فتح المدائن، شهد على نزاهة وترفع الحاكم والقائد. نفكر كده ونشوف أحداث فتح المدائن، إزاي المسلمين هيدخلوا القصر الأبيض، إزاي إن كسرى ملك الفرس ورجال وبلاط وكبار قادة الجيش يتركوا جميع أمتعتهم وكل ما يمتلكه كسرى فارس في هذا القصر، إزاي إن قائد المعركة يأخذ هذه المقتنيات ويرسلها إلى عمر بن الخطاب في المدينة المنورة. حتى عمر بن الخطاب إزاي إن هو بينادي سراقة بسبب الموقف القديم، وقصة شهيرة جدا ما بين سراقة وبين الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح في هجرة الرسول للمدينة، وإزاي تفاوضه مع سراقة والتزام سراقة بذلك وإيمانه إن هو فعلا هيأخذ سوار كسرى وينجح في ذلك. طيب نفكر مع بعض ونشوف. هو بيقول هنا على خريطة صماء للدولة الإسلامية حدد اتساع الدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق. طبعا أنا عندي 3 من الخلفاء الراشدين اتسعت في عهدهم الدولة، فبالتالي لو رجعنا لهذه الخريطة الخاصة باتساع الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين، في دليل موجود عندنا للخريطة، ممكن نرجع مع بعض ونشوفها. في عهد عمر وأبو بكر إزاي بيتم فتح، في عهد أبو بكر فتح جزء من العراق وبلاد الشام، ثم بعد ذلك في عهد عمر بن الخطاب بيتم فتح مصر وشمال أفريقيا، بيتم استكمال فتح بلاد الشام واستكمال فتح العراق وبلاد فارس وأرمينيا في الشمال. نرجع مع بعض للأسئلة بتاعتنا. وهنا هتكلم على ترتيب الأحداث. أنا مش مطلوب مني إن أنا أحفظ الرقم، لكن أنا الرقم مهم عندي علشان أرتب الأحداث. فبيقول لي أعد ترتيب الأحداث من القديم إلى الحديث، وجاب لي مجموعة من الأحداث زي فتح نهاوند، زي معركة القادسية، زي موت يزدجرد الثالث، وزي فتح المدائن. طيب أنا لو مش هحفظ التاريخ بتاع هذه الفتوحات وهذه الأحداث، نشوف كده في فتوحات في عهد أبو بكر الصديق إزاي جيش خالد بن الوليد بيتحرك، بيتم السيطرة على الكوفة، لكن أنا موجودة عندي القادسية والمدائن. نشوف مع بعض على الخريطة القادسية أهي في الطريق، نشوف المدائن. أنا مش ممكن هوصل للمدائن قبل ما أوصل وأدخل للقادسية، فعلشان كده بيكون في الترتيب الصحيح معركة القادسية رقم 1، ثم بعد ذلك المدائن حاضرة الفرس، بعد كده بتكلم على نهاوند. نشوف مع بعض نهاوند في هذا الجزء، ويقول ان تم فتح في عام 21 هجرية. طيب في حدث مرتبط بوفاة يزدجرد ملك او حاكم الفرس كسرى فارس، وده بيجيبها لي كده في جزء بيقول لي عليه ده كان موجود او توفي في عام 31 هجرية. فبالتالي انا هنتظر اشوف في الشات ترتيب هذه الاحداث. القديم عندي القادسية، فتح المدائن،
ثم بعد ذلك فتح نهاوند، ثم وفاة يزدجرد الثالث. طب نرجع تاني برضو لسؤال مهم، قولي بما تفسر تعد نهاوند أو يطلق على نهاوند فتح الفتوح، إيش معنى دي؟ لأن دي كانت البوابة والمدخل لفتح بلاد فارس. رغم إن المدائن وهي كانت حاضرة الفرس يعني عاصمة للفرس في هذه المنطقة كان برضو فتح عظيم، لكن مع ذلك نهاوند بيطلق عليها فتح الفتوح ليه؟ لأن المدائن كانت موجودة في ولاية تابعة لبلاد فارس في العراق، لكن نهاوند دي كانت موجودة في الدولة نفسها في عقر ضرهم زي ما بيقولوا. فكون إن تم الدخول لبداية هذه الدولة لمقرها والانتهاء من فتح نهاوند وحصارها وبعد تحصينها ومحاولة عمل خندق بيها وفشلهم في التفاوض مع المسلمين، المسلمين رفضوا التفاوض، وده بيبين يا ولاد ان انا حتى لما اتفاوض ممكن اخضع للمفاوضات، بس دايما يعني في عندي ايمان بفكرة ومبدأ معين، مش كل تفاوض هينجح واؤمن بيه وامارسه وانجح فيه وارضى بيه. انا هتفاوض والله التفاوض ده حسيت ان فيه فايدة ماشي مع تعليم ديننا مع أخلاقياتنا مع مصلحة الإنسانية، خلاص هستمر في هذا التفاوض، لكن لو هذا التفاوض بيضر بالبلد بالتالي أنا ليا أحقية، وخاصة إن أنا من أكون في مركز قوة إن أنا أرفض هذا التفاوض. فبالتالي نهاوند بيطلق عليها فتح الفتوح لأن هي بعد وفاة يزدجرد الثالث في عام 31 وانتصار المسلمين في السيطرة وفتح نهاوند، هنا بينتهي ملك الدولة الفارسية بالكامل في هذه المنطقة، مش بس كده بيدخل كمان أهل فارس للإسلام وبيتعلموا الدين الإسلامي، وعدد كبير جدا من سكان هذه المنطقة يمكن معظمها بالكامل من المسلمين. فتوحات بلاد الشام احنا نتكلم عليها ان شاء الله الحصة اللي جاية بإذن الله. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.